Bom, não foi bem assim. Na minha opinião, como é evidente. انا من كان رايي طلالي بعد ما مبروك اسكايو طبعا الاهلي، جاب هاتريك الاهلي فاز اسيست ماتش بتاع كمان، خد خطوه مهمه كينجو، في اتجاهه اسيست من كينجو. لحصد اللقب Mas الدوري a المصري. primeira parte لكن foi الشوط fraquíssima الاول de كان ambas as equipas, é verdade. الاداء Mas é الفرقتين verdade que كان Talala ضعيف، tem mais responsabilidade, الاهلي عليه ritmo مسؤوليات lento, اكتر، الريتم compreendendo que o calor teve a sua يفضل يبقى احسن influência, من كده. أكيد طبعا الحكم حرارة الجو والجو ليها كانت تأثير مثلا على أداء اللاعبين. aborrecida. الشوط الأول Na ما primeira كانش parte, فيه أي melhorou إثارة، qualidade de jogo, mais para o ataque, كان mais فيه para a فرص ajuda للنادي defensiva, الأهلي أكتر لإحراز الأهداف. mas mais por erros, defensivos do que كانت propriamente فيه غلطات دفاعية no كمان. mérito na construção desse lance. O Alari jogou com dois pontas de lança الأهلي لعب باتنين راس sem ninguém حربة، para os servir, لكن ما كانش في حد بيساعدهم ولا بيديهم eles الباص. tomam o jogo através de cruzamentos, e através de cruzamentos com uma equipa que joga هما com uma densidade defensiva tão grande como o Lazio بيلعبوا tem hoje, قدام فرقة بتدافع بكتلة دفاعية era كبيرة جدا، difícil فكان صعب على النادي الأهلي إنه ينهي هجماته أو يخلق فرص لإحراز الأهداف. de poder marcar, ganhar este jogo por mais golos, mas é ولكن verdade كان que o Arsenal قدر dominou يفوز بالمباراة وما قدرش يحدث أهداف أكتر بسبب الأداء الدفاعي لحرس الحدود. por 28, que não sendo um jogador alto nem نمرة forte, um jogador rápido, agressivo, 28 rápido, لاعب قوي não perdeu bola nenhuma e teve وما três خسرش três ولا chances كورة، suas وكان عنده que 3 فرص حلوة إنه يحرز أهداف. بالضبط وكمان في كان رقم 14 مصطفى كان جمال في حرس مساعد الحدود دا o ritmo já à بيدي equipa ريتم quando assiste ao gol للفرقة، الأخير بيخليها ماتش تلعب أكتر الصباح ويسرع الصباح اللعب لما يعوز يسرع، ولما يهدي اللعب كمان، ولما ينقله في الإنتنسية التحويل الهجومي أو الهجمات الإنتنسية المرتدة هو الصعبة اللي كان بيطلع بتاعتهم. بالهجوم المرتد ده. وبرونتو الهلالي التريدور دو الهلالي مدرب الأهلي فوي فليز نا سوبستيتوساينس كان سعيد نا بلانتيفال بتغييراته، لأن نا التغييرات الهلالي ديت هي اللي ساعدت جو النادي الأهلي، كومباكتو خلت الأهلي إنه جو يسرع المباراة الهلالي انيسيالمنت ويسرع ريتم كان المباراة. الدكتور واليد سليمان اجوا نيستا كنيست كازا اجوا نا ديريتا في الأول مس كان عمل دابوس غلط إن حط وليد اسيستو سليمان ناحية اليمين، اسيستو لكن كاتسا وليد سليمان وي تقريبا دخل لمركز رأس ديريتا الحربة كاسا اكابو كان هيجيب جون اتاكا برأسية، وفي الآخر وبرونتو ديريتا. جاب الهدف الأول. E pronto, e o segundo gol, aliás, o gol foi mais feliz nas suas substituições, nas suas posições, e والتغيير التاني بأفشة كمان tentar ادى الفرحة للمدرب بالهدف التاني acabou por marcar um bom gol, وأحرز هدف جيد هو الجول التاني. feliz nas substituições, فالمدرب resultaram, كان سعيد بتغييراته اللي دخلت وزودت resultaram, قوة الفريق، وكمان ضغطها على الفريق المنافس، على فريق حرس الحدود procurou também meter um ritmo baixo no jogo, اللي كان هبط أداؤه في المباراة في colocou-se الوقت دوت بتغييرات كتير، tentou كمان بتضييع كتير للوقت حصلت من passar جانب نادي حرس الحدود. o centro terrestre لما é o único jogador que tinha نقل وليد سليمان لنص الملعب، دي منطقة خطورة وليد سليمان على الفريق o centro المنافس. terrestre em condições tinha só um, quando Marwan já tinha saído, مروان كان طلع وكان في راس حربة mas واحد pronto, a vitória كان acabou بيلعب مع وليد سليمان. por ser justa. فالنتيجة أنا شايفها نتيجة عادلة، لكن حرس الحدود فاجأني لأن في مرحلة من مراحل المباراة لعب كويس جدا، كان بيطلع سريع على الهجمات المرتدة، خلق كذا فرصة لإحراز هدف زي ما أشرت من شوية. وأنا من رأيي متواضع حابب أقول إن رجل المباراة كان جريندو رقم 28 من حرس الحدود، لأنه لعب بأداء كويس جدا وخلق فرص 3 فرص واضحة لإحراز هدف اللي صدها الشناوي وأنقذ الأهلي من إنه يعاني من هدف لما كان لسه نتيجة 0-0. طيب، هل كان تغيير طريقة اللعب من 4-4-2 اللي بدأ فيها فايلر اللقاء بخروج مروان محسن كان ليها تأثير ودور في زيادة ضغط لعيبة النادي الأهلي على حرس الحدود، ولا طمع لعيبة حرس الحدود في المباراة هو اللي أدى لفتح اللعب؟
حرس الحدود في كل الفرص اللي ظهرت له كان بيطلع في المرتدات او الهجوم السريع، لكن في نهايه المباراه بتغييرات اللي عملها الاهلي زي ما قلت من شويه الاهلي كان اقوى كان اسرع، ما بيساعدش ان احنا نلعب باتنين راس حربه لو ما فيش حد ان هم بيقدموا لهم الكور او بيبصوا لهم الكور لقدام او يديهم العرضيات، فدايما بيبقى في نقص عددي في خط الهجوم في النادي الاهلي بمقارنه بالمدافعين. ف هم اتنين لاعبين طوال فكان ممكن نستغلهم، فانا بقول دايما ان احنا نلعب 4-4-2 لكن لازم نلعب بوليد ورا راس الحرب لانه هو الراجل اللي بيدي الباص الاخير اللي بيخلي راس الحرب ينفرد قدام الجون، وده ما حصلش. فالاهلي تقريبا كان بيلعب 4-4-2 و4-3-3 بثلاثة مهاجمين قدام، وليد ابتدى في اليمين زي ما قلت لكن رجع لمكانه مكان راس الحربة، وده اللي خلاه جات له فرصة ان يحرز هدف بالرأسية وبعدين احرز الهدف. وانا شايف كمان ان الارهاق فرقة حرس الحدود بعد ما مر الوقت ولما وبعد الاهداف، انا شايف ان التغييرات دي زودت الريتم او زودت الضغط على فريق حرس الحدود. انت اتكلمت كتير على دور وليد سليمان المؤثر في اداء النادي الاهلي، هل من الارجح ان وليد سليمان يبتدي المباراه ولا ينزل في الشوط الثاني زي ما بينزل كل مره؟ انا شايف ان هو ما عندوش الامكانيه. انا كان قبل كده ممكن قبل كده كان ممكن في فصل الربيع او فصل الشتاء ممكن اقول انه يدخل من اول المباراه، لكن مع حراره الجو مش هتساعده انه يدي المباراه كلها. فانا شايف انه لاعب عنده رايه كويسه جدا للعب، عنده فنيات عاليه جدا، فانا شايف انه ممكن يلعب من اول المباراه لو يمكن انه يكمل المباراه كلها من غير ما يتم استبداله. انا شايف الاهلي كمان فاز في كل المباريات كلها في نهايه المباراه في الفتره الاخيره ما بين ال 80 والدقيقه 95، فانا شايف ان فعلا اهميته اكتر من الدخول في الشوط الثاني من انه يبتدي من اول المباراه بالحراره العاليه اللي بتخليه يبقى مجهد اسرع. عموما فوز اليوم جعل الاهلي يخطو خطوه جديده نحو حسم اللقب، يمكن يتبقى الفريق بالظبط 8 نقاط لحسم اللقب، هل ده هيكون حافز في المباريات المقبله للعيبه ولا هنشوف اداء سلبي واسترخاء؟ انا شايف ان الشوط الاول الاهلي ممكن يكون لعب فعلا اقل بكتير رغم ان جات له فرص واضحه لاحراز اهداف، كانت 4 فرص لكن كان المشكله كان دايما تبقى انهاء الهجمات وخصوصا من جانب الاثنين راس الحربه، وانا شايف ان بسبب درجه الحراره خلت الفرقه تأدي بالشكل دوت. وانا شايف ان بما انه عنده 17 نقطه فوق الزمالك اللي هو اللي في المركز الثاني، انا مش شايف ان اللعيبه لا هتريح، لا انا شايف ان اللاعبين هيريحوا بعد ما يكسبوا 4 ماتشات كمان ويكونوا الابطال رسميا، ساعتها المدرب ممكن يدي الامكانيه ساعتها للاعبين اللي هم مش الاساسيين انهم يلعبوا اكتر ويشاركوا اكتر، وهم الاهلي يركز في المرحله ديت بدوري ابطال افريقيا. نشكرك شكرا جزيلا مستر مانويل.